هو أحد الأسماء التي ما زالت تحافظ على أواصر الصلة بين الكتاب والقارئ، وابن للتجربة النقدية في منتصف تسعينات القرن الماضي ومطلع الألفية الجديدة. إنه الناقد الكبير حسين حمودة. حسين حمودة أحد دارسي اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة التي تخرج فيها عام 1979، وهو القسم الذي نال منه درجة الماجستير عام 1990 عن موضوع عنوانه دور يحيى الطاهر عبد الله في القصة القصيرة بتقدير ممتاز. ثم نال الدكتوراه من الجامعة ذاتها عام 1997 عن موضوع الرواية والمدينة، نماذج من كتاب الستينات في مصر تحت إشراف الدكتور جابر عصفور بمرتبة الشرف الأولى. الناقد حسين حمودة له باع طويل في مجال التدريس الجامعي والإشراف على عدد من الرسائل العلمية، إضافة إلى منجزه النقدي بإصدار عدة مطبوعات نقدية استهلها عام 1996 بكتاب شجو الطائر شدو السرب، قراءة في أعمال يحيى الطاهر عبد الله، مرورا بعدة أعمال منها الرواية والمدينة، نماذج من كتاب الستينيات في مصر، وما دين الغضب، قراءة في روايات مصرية، وغيرها من المطبوعات، ورئاسته لتحرير مجلة فصول. بين التدريس الأكاديمي للنقد والنشر المطبوع وأهمية كليهما للقارئ العربي وعلاقته بنجيب محفوظ الذي أملى عليه 12 حلما من أحلام فترة النقاهة، يدور حديث الناقد حسين حمودة في المساء مع قصوى. الحقيقة النقد نقدر نقول انه في المؤخرا كده مش بنفس القوة اللي كان فيها حالات النقد على مر السنوات او عشرات السنوات الماضية، لكن عندنا اسماء لامعة في عالم النقد الادبي نقدر نستند عليها ونرتكن ليها لما نتكلم عن النقد في مصر. كمان عندنا اعمال كثيرة جدا لضيفنا النهاردة هنقدر نتكلم معاه فيها وروح الرحلة ما بين الادب والكتابة والرواية والقصة وكل هذه الامور. كمان بعض الشخصيات هنتوقف عندها واحنا ماشيين في سيرة ذاتية عميقة لضيفنا اللي منورنا النهاردة الناقد الكبير الدكتور حسين حمودة، رئيس تحرير مجلة فصول وأستاذ الأدب. نورني دكتور حسين وأهلا بحضرتك. نور حضرتك وسنة سعيدة لحضرتك ولكل المشاهدات والمشاهدين ولكل البشرية كلها. يعني منورنا وممتنة أن حضرتك بتقول المشاهدات والمشاهدين. نقدم المرأة. شكرا لحضرتك دكتور حسين. يعني لو حبيت أبدأ مع حضرتك، طبعا إحنا عملنا سيرة ذاتية إن كانت مقتضبة لكن كنا بنحاول نسلط الضوء على قيمة حضرتك يعني بشكل أكثر من أستحق يعني. ربنا يخليك، ده حقك علينا. لو حبيت أبدأ مع حضرتك من النقد ودخول هذا العالم وفكرة أنه مجالات أدبية كثيرة مفتوحة لكن تذهب إلى النقد، وإنجاز التعبير هو يعتبر يعني إيه بشكل أو بآخر سلطة معنوية أو مراقب معنوي على القيم الإبداعية اللي بتصدر في المجتمع، هل أنا بقول الكلام ده صح ولا غلط؟ والشق الآخر برضو أسمع من حضرتك. كل اللي حضرتك بتقوليه صح، ربنا يخليك. لكن متهيألي هو يعني يعني اقرب انه يبقى نوع من التجاوب او من التفاعل او من التفسير او محاوله التفسير اللي ما بتنتهيش ابدا للابداع. فالجانب المرتبط بقى بالتقييم يعني والاحكام وهكذا قابل للنظر لانه قابل للاختلاف. فما فيش حكم واحد طبعا زي ما حضرتك عارفه، وما فيش تقييم واحد وما فيش معيار واحد، في معايير متعددة، لأن الإبداع نفسه يعني محمل بإمكانات متعددة ملهاش أول ولا آخر. صحيح، خلفيات كل عمل إبداعي مختلفة عن الآخر وبالتالي بتحتاج معايير مختلفة عن العمل الآخر. وممكن المعايير دي ممكن تختلف من فترة لفترة، يعني في فترة من الفترات كانت قيمة المبالغة مثلا زي ما حضرتك عارفة قيمة كبيرة، قيمة جمالية كبيرة. يعني هنلاقيها في التماثيل الفرعونية وهنلاقيها في الوصف وهنلاقيها في الشعر يعني وهكذا، لكن ممكن دلوقتي نبص لها بشكل تاني مختلف فتبقى عبء، تبقى يعني تقعر شوية مثلا، والناس يقولوا أفور يعني وهكذا يعني. طيب دخول حضرتك لهذا العالم بقى استهواك لي وبدأت خطواتك فيه من أي جانب نفسي ومعنوي؟ من جانب الاستكشاف.
يعني هو ده كان المحرك الأساسي بالنسبة لي، واستكشاف الجمال يعني بشكل خاص، يعني متهيألي هو ده اللي كان الدفع الأول والنقطة الأولى في طريق يعني ملوش أول ولا آخر يعني تقريبا. بدأت إزاي الموضوع؟ يعني مسيرة حضرتك معاه، بدأت بقراءات معينة، عملت فيه مجالات معينة، صقلت الموضوع جواك، البداية كانت إزاي مع حضرتك؟ البداية كانت القراية، والقراية في يعني في أنواع أدبية مختلفة يعني، وكانت بداية مبكرة تقريبا من أول الدراسة الإعدادية يعني. وبعد كده كتبت شعر، وبعد كده يعني لقيت نفسي في الرواية، وفي قراية الرواية، وفي قراية القصة يعني بشكل أكتر يعني، وفي الكتابة عنهم. وفي فترة اشتغلت في الصحافة، وفي فترة اشتغلت في بعض المجلات الثقافية الأدبية. والأدبية يعني، وفترة اشتغلت بالتدريس ويعني وهكذا يعني. الخبرات المتنوعة يعني قدمت حضرتك وصقلت حضرتك في النقطة الخاصة بالنقد الأدبي. لان هي متهيألي يعني هي كانت، هو الكلام عن النفس مش حلو قوي لا بالنسبه لي بالعكس، ده يعني. جميل، احنا الناس حابة تسمع حضرتك، قيمة كبيرة لا يعني. العفو، لا العفو، يعني كان في قاسم مشترك في كل الحاجات دي كلها، ان هي ليها علاقه بالثقافه او بالادب والابداع بشكل عام يعني. لو حبيت اروح مع حضرتك ذكريات مختلفة ابرزها، قرأت حوارات كتير متنوعة ومختلفة عن علاقة حضرتك مثلا بقيمة كبيرة زي استاذ نجيب محفوظ، لو حبيت تضع الموضوع في كلمات ممكن تكون ازاي؟ هو الكلام عن الأستاذ صعب بالنسبة لي، لكن هو باختصار شديد يعني هو أكبر قيمة يعني في النبل الإنساني يعني. أنا كان يعني كنت محظوظ بالاقتراب منها يعني، فطبعا بجانب قيمته الإبداعية الكبيرة جدا يعني المتجددة دايما يعني، القيمة الإنسانية كانت كبيرة القيمة بالنسبة لحضرتك الإنسانية. برضو. لو خدت نقاط محددة كانت فارقة وفاصلة في شخصية حضرتك وفي إبداع حضرتك في اتجاه النقد من الأستاذ نجيب محفوظ، نقول إيه؟ إيه الحاجات اللي طلعت بيها من اللقاءات المتنوعة مع أستاذ نجيب؟ في مجموعة من القيم حكمت الأستاذ طول الوقت، منها قيمة الحوار اللي بيحط نفسه مكان الآخرين، الحوار بالمعنى الحقيقي زي ما حضرتك بتعمل حوارات ممتازة كده، ربنا يخليك. بيحط نفسه مكان الآخرين وما بيحطش نفسه لا فوقيهم ولا قدامهم ولا بجانبهم يعني بيحط نفسه مكانهم بالظبط. قيمة تانية من القيم اللي هو آمن بيها وحكمت أعماله كلها ومسيرته كلها وحياته كلها يعني قيمة التعدد اللي هي هتتبني عليها قيمة التسامح، طبعا بجانب القيم اللي هو نفسه اتكلم عنها، قيمة الحب وقيمة العمل، وقيمة العمل دي فضلت ملازمة لي طول حياته لغاية الشهر دؤوب. الأخير. كان شخصية دؤوبة. دؤوبة بشكل يعني لا يصدق يعني، هو ما كانش محتاج إنه يفضل حريص على الكتابة ويتوتر باللي يكتبه لغاية الشهر الأخير من حياته، رغم الصعوبات إنه بقى بصره أقل يعني قدرة وسمعه أقل، لكن متابع الحياة ومتابع الناس ومتابع التغيرات ومتابع الكتابة ومهموم بالكتابة يعني طول الوقت يعني. لو حبيت أقف مع حضرتك في محطات الرأي بالنسبة لحضرتك وأشوف بعينك حركة النقد اللي موجودة دلوقتي تحديدا في مصر، بتقيمها إزاي وبتنظر ليها إزاي؟ متهيألي حضرتك يعني أدرى مني بإن النقد يعني مش بس في مصر الحقيقة يعني، لا ومش بس في الوطن العربي لكن حضرتك أدرى من الكل في يعني، العالم بتقول ده يعني كله. متواضع لا بس حقيقي حضرتك. يعني، إن النقد يعني بيواجه مشكلات يعني، بيواجه مشكلات كتيرة، مشكلات على مستوى المتابعة للنتاج الإبداعي المتنوع اللي بيطلع كل يوم عمل روائي أو مجموعة قصصية مثلا، وممكن يبقى كل أسبوع ديوان شعر أو وهكذا، ومشكلات مرتبطة بعزلة النقد ده، وخصوصا النقد اللي ممكن يكون يعني محصور في جدران الأكاديمية أو الجامعات، أو والنقد اللي مش متاح ليه وسائل كتيرة جدا في الإعلام كافية
ومش متاح انه يبقى جسر حقيقي يعني بين النصوص الادبيه، بين الاعمال الادبيه وبين القراء العاديين. ومشكلات مرتبطه بمتابعه النظريات الادبيه المعاصره اللي كانت في حاله لهاس دائم من بدايه القرن اللي فات يعني لغايه دلوقتي تقريبا، وهكذا. عشان تواكب الأعمال اللي بتطلع. ففي يعني في مشكلات، يعني علينا ان احنا نقر ان في مشكلات، بالاضافه طبعا لغياب الروح النقديه اصلا. يعني تعليم في جانب كبير جدا منه بيقوم على روح التلقين يعني والحفظ والاستظهار، مش روح، مش بيربي روح النقد يعني. فيعني هي مشكلات واضحة جدا، لكن هي في الحقيقة مش يعني مش مشكلات جديدة. يعني هي الكلام عن إن في أزمة نقد أو إن في نقد بياخد مساحة مش كافية من الحرية وهكذا، كلام بيتقال من الخمسينيات متراكم. لغاية دلوقتي الحركة النقدية، لو بنقول ان احنا عندنا حجم الابداع بقى كبير جدا، طبعا بتنوعه من الدرجات يعني الى الدرجات العليا فيه، لكن عندنا حجم انتاج ابداعي كبير في كل الاتجاهات المختلفة، كتابية وغيره. هل احنا عندنا الحجم الكافي من النقاد او الحركة النقدية الموازية لقوة هذا الإبداع أو القريبة منه حاليا في الوقت الحالي، لكن مش مسلط الضوء عليها أو مش واخدة المساحة، ولا أصلا حجم الحركة النقدية ضيق وقليل حتى في الأعداد النقاد اللي عندهم القدرة على هذا التقييم مقارنة بحجم الحركة الإبداعية؟ يعني حقيقي دي ملاحظة مهمة. هو طبعا الحجم أقل بكتير جدا، لكن بجانب الحجم الأقل في مشكلات تانية. يعني مشكلة الحجم واضحة جدا، لأنه في عدد كبير جدا من اللي بيمارسوا النقد بيمارسوه على هامش نشاطات تانية، يعني بيمارسوه كهواية كده بالظبط، أو إن هم مش متفرغين، مفيش إمكانية لتفرغ الناقد لعمله في أغلب بلدان الوطن العربي طبعا. لكن بجانب ده في المشكلات التانية اللي هي الخاصة بعزلة النقد نفسه، ومشكلة المصطلحات اللي ممكن تبقى مستخدمة، ومشكلة التواصل مع القراء بجانب مشكلة المتابعة وهكذا. فهي في مشكلة على مستوى الحجم، لكن في مشكلات تانية كمان. الجمهور لسه بيستنى كلام الناقد؟ متهيألي مش كتير، مش بشكل كافي او مش بشكل لكن بقى كافي. في ظواهر تانية، انه بقى في مشاركات واسعة جدا من القراء نفسهم القارئ المقيم. بالظبط، او من خصوصا مع وسائل الاتصال الحديثة يعني، ومن المبدعين اللي بيمارسوا الكتابة النقدية على هامش ابداعاتهم. فبقى في مساحة ارحب، مساحة اكبر لممارسة النقد يعني، اكتر من المساحة اللي كان موجود يعني موجودة قبل كده، اللي كان فيها الظاهرة اللي حضرتك بتقوليها، يعني ان كان يبقى بعض الكتاب بيكتبوا في يوم، النقاد يعني بيكتبوا في يوم معين في صحيفة معينة فالقراء منتظرين. يستنوهم. لو ختاما كده وباقتضاب واختصار وعمق زي ما انا يعني متوقعه ومعتاده من حضرتك، ناخد خريطه لاصلاح حركه النقد انجاز التعبير، او لوضعها في الاطار اللي تستحقه، ممكن نقول ايه الخطوات؟ بالتالي أول خطوة بتبدأ من التعليم، من التعليم اللي هيرتبط باختيار مقررات دراسية فيها مادة أدبية حقيقية وفيها تحليلات للنصوص الأدبية دي من منظورات تانية مختلفة خالص، غير المنظورات اللي هي التقليدية اللي بتقف عند الاستعارات والكنايات وما إلى ذلك يعني. بشكل حداثي أكتر. لكن طبعا يبقى في نصوص، يتم اختيار نصوص تحبب الطلاب نفسهم في المادة الأدبية طبعا. وتغذية الخطوات الأولى برضو بتبدأ بتغذية روح النقد في المجتمع بشكل عام، لأنه تغذية روح النقد في المجتمع هي خطوة مش بس للإصلاح النقد، هي لإصلاح المجتمع يعني بشكل عام، الإصلاح الفكري بالضبط وهكذا. بالإضافة لتوفير يعني مساحات للنقد في أكبر من الموجود بالنسبة للصحف والمجلات والقنوات التلفزيونية وهكذا وهكذا. ففي يعني مجموعة خطوات المفروض تمشي مع بعض بغض النظر عن الخطوة الأولى تبدأ من فين يعني، لتعيد للنقد رونقه إنجاز التعبير.
أنا ممتنة لحضور حضرتك أنا النهاردة، متشكر جدا. وبسطتك وتواضعك، لا وشكرا جزيلا. لا وسيرة ذاتية نفتخر بيها، واسم نفتخر بيها، ضيفي الكريم دكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب والناقد الأدبي الكبير، رئيس تحرير مجلة فصول. شكرا جزيلا لوجودك شكرا معنا، شكرا. نورت الدنيا. مع حضراتكم من هذه الوقفة، بنحرص دايما ان احنا نروح بين العلوم والاداب والفنون وكل الحاجات. نشوف حضراتكم ان شاء الله على خير، وبننتظر التواصل مع حضراتكم على السوشيال ميديا. اشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة من المساء مع قصواء. لكم تحياتي قصواء الخلافي.